يقول عمر بن الخطاب خرجت من بيتي كنت لا أظن أحدا جاء إلا أنا رابط الحجر على بطني من شدة الجوع، قلت لا يوجد في المدينة أشد مني جوعا، فلما خرجت فإذا بأبي بكر يدور في سكك المدينة وقد ربط على بطني حجر أكبر من الحجر الذي على بطني، قلت أنا وأبو بكر فقط جوعانين، يقول فمشينا قليلا فإذا بإمام الأمة ورسولنا عليه الصلاة والسلام يخرج في سكك المدينة وربط بحجر أكبر من حجر أبو بكر وعمر من شدة الجوع. لا يمكن يشبع الناس والرسول جاع، ولا يمكن تفرح والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى. اصبروا على المصائب، تحملوا أقدار الله، قل اللهم لك الحمد، لك الحمد في السراء، لك الحمد في الضراء. المؤمن إذا أصابه خير شكر، وإن أصابه بلاء صبر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون.